طب وجهة النظر الأخرى دكتور علي تقول بأن قوة موسكو قد تراجعت، والدليل على ذلك هو مشاهدتنا لهجوم بالطائرات المسيرة يستهدف العاصمة الروسية موسكو ويستهدف أيضا قصر الكريملين، لكن الدفاعات الجوية أمام القصر تصدت لهذا الهجوم، بماذا تعلق؟ لا، لم تتراجع، الحرب سجال، ولم تتراجع قوة موسكو، قوة روسيا. روسيا أي مونستر، روسيا ديناصور ضخم لا يمكن الحشرات ممكن أن تؤثر فيه، الحشرات لا يمكن أن تؤثر في ظهر الديناصور كما يقولون. وروسيا لديها مصانع هائلة من الأسلحة، ودائما تدخل أسلحة جديدة إلى حرب في أوكرانيا. نعم، تخطينا العام على بدء انطلاق هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومع ذلك لم تنتهي، بالرغم من أن فلاديمير بوتين والإعلام الروسي كانوا يتحدثون عن أنها مهمة سهلة للقوات الروسية، وأنهم لديهم القدرة على الدخول للعاصمة كييف، ومع ذلك لم يتحقق هذا الأمر. لا، روسيا إذا أرادت أن تدخل كييف تدخل كييف، يعني الجو الأوكراني مستباح من قبل الطائرات والصواريخ الروسية، ولكن الرئيس بوتين لا يريد أن يدخل كييف في هذه المرحلة. ولا تنسى أن إطالة أمد الحرب يعزى إلى الدعم القوي العسكري من دول الناتو، وثمة قوات بولندية ورومانية كما سمعنا، وثمة خبراء دول الناتو، لا أريد أن أحدد أي دولة، من دول الناتو موجودة مع القوات الأوكرانية. إذن هذه دول الناتو أضحت طرفا أساسيا في الصراع الروسي الأوكراني. نعم، you